السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي رياضيات للصف الرابع العلمي، نكمل وياكم صفحة 46، تمرينات 3-1. وصلنا السؤال الثامن، يقول اثبت ان 5 × 3 2n − 4 × 3 2n − 1 على 2 × 3 2n + 1 − 3 2n يساوي لنا 11/15. يلا ماما كتبته هنا هذه الورقة، يلا عيني. تمام، يلا عيني، بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ الطرف الأيسر، الطرف الأيسر، النزلة نفس ما هو، نقول 5 × 3 2n − 4 × 3. طبعا هذا النزلة نفس ما هو، لكن 2n − 1 نقول نوزع، يعني نقول 4 × 3 2n − 3 − 1، يعني هذه الثلاثة وزعتها الاثنين ان وهي سالب واحد على اليمن، على نقول 2 هم 3 هم كذلك، نقول 2n − 3 − 1، أو ما تردون تحطون الواحد عادي، −3 2n يساوينا. هسه شو أسوي؟ ناخذ الثلاثة ان، يعني نقول 3 2n عامل مشترك، لأن شوف هذه وهذه، إيش بقت عدي؟ بقت عدي 5 − 4 × 3، وهنا أهم كذلك 3 2n ياتي هذا عامل مشترك، وقد عدي 6 × 3 راح نضربها 6 − 1، هذا مكانها أخلي له 1 وست القوس يساوي لنا هنا توحيد المقامات، ناخذها على 3، طبعا هذه ويا هذه تروح، هذه ويا هذه تروح، بقت عدي توحيد المقامات 3 × 1 = 3 × 5 = 15 − 3 × 1 = 4 × 4، ها عيني على اليمن على 6 − 1 = 5 يساوي لنا 15 − 4 = 11/3، وعلى 5/1. هنا نقلب القسمة إلى ضرب، أقول 11/3 × 1/5، قلبنا القسمة إلى ضرب، قلبنا هاي يعني باعتبار خط القسمة، ويساوي لنا 11 × 1 = 11 × 3 × 5 = 15. إذن هذا يهو، هذا نقول عليه الطرف معه الأيمن، طرف الأيمن. خلص، حل رقم 8.